إلى الرياضة مع عماد أبي هيلة. بونسوار. أجرى فريق تشيلسي الإنجليزي أول تمرين له بعد وصوله لليابان للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية، حيث رح يستهل مشاركته بلقاء مونتيري المكسيكي يوم الخميس بالدور النصف نهائي. بطل أوروبا أجرى تمرين تحت إشراف المدرب رافائيل بينيتاس يلي عم بيقود للمرة الثالثة أحد الفرق بمونديال الأندية بعد ليفربول عام 2005 وأنتر ميلان عام 2010. الفريق الأزرق عم يفتقد لخدمات قائده جون تيري المصاب، لكنه بيأمل أنه يواصل المهاجم الإسباني فرناندو توريس تألقه بالفترة الأخيرة. يشار أنه المباراة الأولى بالدور النصف نهائي راح تصير بكرة الأربعاء بين كورينثيانس البرازيلي والأهلي المصري. بالفوتبول ايضا، وبعد توقيع مذكره التفاهم والتعاون بين الاتحادين الاسيوي والاوروبي بماليزيا، رفض رئيس الاتحاد الاوروبي ميشيل بلاتيني اقتراح اقامه مباراه على الاقل بنهايه كاس الامم الاوروبيه 2020 بالقاره الاسيويه، وتشاور المجتمعين حول فكره بلاتيني الثوريه باستضافه نهائيات امم اوروبا 2020 بعده مدن مختلفه حول اوروبا. وبيقول رئيس الاتحاد الاوروبي انه البطوله رح تروح للمره الاولى للجمهور بدل من قدوم الجمهور لها. مع نهاية موسم 2012 بالدبليو ار سي الشهر الماضي، قدم فريق فولكسفاجن سيارته الجديدة يلي رح يخوض فيها منافسات الموسم القادم بشكل كامل. كشف فريق فولكسفاجن بمؤتمر صحافي بمونتي كارلو عن سيارته بولو اي ار يلي رح يشارك فيها بمنافسات بطولة العالم للراليات، وتحدث مدير الفريق جوست كابيتو عن رؤية فولكسفاجن للمستقبل. كما قدم السائقين الثلاثة يلي رح يشاركوا ببطولة العالم للراليات بالموسم القادم، وهن كل من سيباستيان اوجيه ومليح وجوليان انغراسيا، ياري ماتي رادفالا وميكا انتيلا، وابتداء من رالي البرتغال بايار المقبل اندرياس ميكلسن وميكو ماركولا. يذكر أن السيارة الجديدة تم تطويرها بواسطة بطل العالم السابق كارلوس ساينز اللي بيعمل كمستشار للفريق الألماني، علما أن السيارة خضعت لاختبارات استمرت لأكثر من عام بشركة فولكسفاجن اللي تعد ثاني أكبر منتج للسيارات بالعالم من بعد جنرال موتورز. مع الرياضة الميكانيكية بننهي أخبارنا الرياضية. هذا كان كل شيء لهلا. يعطيك العافية عماد.